اهلا وسهلا بحضراتكم في الفقره الحواريه الاخيره من برنامج الاهلي الليله. فقره مهمه جدا لان فقره بتتكلم عن التاريخ، بتتكلم عن الرموز. يمكن خلاص، يمكن منذ يومين او امس كان ذكرى ميلاد الكابتن صالح سليم المايسترو، رئيس النادي الاهلي الاسبق وصاحب التاريخ الطويل كلاعب وكاداري وكمسؤول وكرئيس للنادي. كلام كتير ممكن يتقال عن المايسترو صالح سليم، لكن بالتاكيد في هذه الفقره وفي هذه الحلقه معانا ضيف مهم جدا لانه عاش وعاصر هذه الفترة المهمة جدا من تاريخ النادي الأهلي أو من تاريخ الرياضة المصرية بشكل عام. ضيفي وضيفكم الكاتب الصحفي الكبير والناقد الرياضي الأستاذ سعيد وهب. أستاذ سعيد أهلا بيك، منور الدنيا. أهلا بيك يا محمد، أشكرك جدا. العفو على إيه، بس أنا سعيد جدا أنا هتكلم معاك عن هذا الموضوع، ذكرى ميلاد المايسترو. والمايسترو لو فتحنا كتاب التاريخ هنقول كلام كتير وكلام مهم. تحب نبدأ من أول ما كان لاعب أو لما شفت عاصرته لما كان رئيس للنادي الأهلي، ولا عايز تبدأ من أول فين؟ احنا ممكن نبدا من لما كان لاعب ونقول ان هو كان من الجيل او اللاعبين القلائل جدا اللي تركوا بصمه في تاريخ الكره المصريه وتاريخ النادي الاهلي. جيل الحريفه او قبيله اللعيبه الحريفه اللي هو تحب تتفرج عليهم. كان صالح سليم كان طريقته في الملعب تحب تتفرج عليه، هو بيجري بالكوره، هو بيعمل باس، بيعمل ثرو باس، وبيجيب جوان بدماغه دايما، او وكان شويط وكان بيتمتع بكل المهارات. في لعيب تحب تتفرج عليه، يعني تتفرج عليه لمساته للكوره، مسكته للكوره، كان تقدر تقول ستايليست. هو عامل ريكورد طبعا الناس كلها عارفه في ماتش الاهلي والاسماعيلي في الدوري العام سنه 58، جاب 7 جوان. مظبوط، ده رقم محدش وصل له. اللي وصل قرب منه شويه كان شحته الاسماعيلي، 6 جوان في ماتش الاسماعيلي والسويس وبترول السويس. وبعدين بعد كده في اسامه حسني 5 جوان الاهلي والكروم. وفي بقى كتير جابوا سوبر هاتريك. سوبر هاتريك او هاتريك وهاتريك. فالمهم هو سايب ريكورد مهم جدا. 2، كان اثره كبير جدا على فرقه النادي الاهلي كقائد للفريق. كلمه المايسترو دي لم تطلق عليها اعتباطا، هو كان مايسترو فعلا في الملعب، يقف بيشاور بايديه ويحرك الفرقه كقائد. هو احسن من قام بدور القائد في تاريخ النادي الاهلي. وعمل للقائد الفريق او للكابتن الفريق قيمه كبيره جدا. فهو كان بيقوم بدور القائد ده لما كان لعيب، وكان بيقوم بدور القائد ده في خارج الملعب، يعني مش في الملعب بس، لا فوق اللبس. خارج، مش في اوضه اللبس، لا كمان يتابع الظروف الاجتماعيه او الحاله الاجتماعيه، يتابع زملاء ويتابع يعني يتابع كل حاجه. كان يهم يعني كان بيقوم بدور الاب الروحي للفريق. وطبعا كان يعني ممكن يتحمس جدا وكان ممكن يتعصب جدا عشان الفانيلا الحمراء، لكن هو المايسترو يعني هو مايسترو في الملعب وقائد كما ينبغي ان يكون قائد اي فريق. وكان كله بيحترمه لانه عنده مصداقيه عاليه جدا كقائد، يعني ما كانش بيميز حد عن حد ولا، لكن كان قائد ستريت جدا لان هو شخص مستقيم جدا، عنده استقامه وصادق جدا وما بيكذبش خالص. فكان في اجماع عليه انه واضح، اجماع ان هو ده القائد. وبعدين عنده كاريزما في الاداره كويسه او في القياده كويسه، فده اديت له سلطه معنويه ان هو لو في اي مشكله يبقى صالح هو اللي يحلها. لو حتى في بعض اللعيبه في خلافات بينهم يروحوا يعني يبقى راي صالح هو الراي النهائي. دي الصوره، يعني الصوره اللي عنده. لكن شخصيته يعني محتاجه دراسه، ايه الكاريزما اللي عنده دي؟ يعني ده عايز ناس بتوع علم نفس يشرحوا الشخصيه دي. انا من خلال يعني قراءاتي وكده، من خلال شفته تعاملت معاه وشفته في الملعب هو لعيب وكده، فاقدر اقول لك ان هو يعني كلمة السر أو مفتاح شخصيته، مفتاح إعجاب الجماهير بيه، هو المصداقية. هو شخص عنده مصداقية وعنده
تصالح مع نفسه. يعني ما بيمثلش وبيقدم نفسه للناس كما هي او كما هو. والتصالح النفسي او عنده توازن نفسي. يعني ما بيبالغش في اي حاجه وما بيبالغش في اعتزازه بنفسه وما بيستهينش برضه بنفسه. فكان تقدر تقول شخصيه يعني بمقاييس علم النفس متعادله او متوازن او متصالح. متصالح مع نفسه. متصالح مع نفسه يقول ما يفعل ويفعل ما يقول. اللي مش الحاجه اللي ما يقدرش يعملها ما يقولهاش. ما يقولش انا يعني ما يقدمش نفسه كسوبرمان او كما كانش هو سوبرمان. ولا يقول وجهه نظره. لا يقولها يعني حينما تكون هناك ضروره. هو بيعرف بيحسب يعني دماغه منظمه جدا. هو بالمناسبه يعني هو السؤال الكبير قوي. ما كانش احرف لاعب في تاريخ الاهلي. يعني ما كان يعني في احرف من هو احرف منه يعني في من هم احرف منه الخطيب احرف منه. رفعت فرجيلي جيله ابناء جيله كمان من ابناء جيله رفعت فرجيلي كان يعني حاجه كبيره جدا. ما هي الكاريزما او اللقب مش من اداء في كوره فقط، لا ده من شخصيه. كاريزما وشخصيه واسلوب. ما انا هنا عشان كده انا بتكلم على الـ على الـ على الشخصيه. يعني ما تميز به هو شخصيته. ما كانش لو 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 كانت الحرفنه لوحدها يعني في لعيبه كتير كانوا حريف. هدافين في لعيبه كانوا هدافين اكتر منه يعني جابوا اهداف اكتر منه على مدار تاريخ الاهلي يعني. لكن ايه سر هنا السؤال بقى ايه سر ان هو احتفظ بنجوميته وشعبيته كامله غير منقوصه ربما زادت حتى بعد ما ترك الكوره. احنا التقاليد او العرف اللي احنا بنشوفه او التجربه التاريخيه ان اللعيب بس رفع الفناجيل لما ساب الكوره خلاص انطفى وما كانش باين خالص يعني من حين لمين ما تسمع حاجه عن رفع الفناجيل وغير رفع الفناجيل كثيرين يعني. لكن ده كانه لم يخرج من الملعب يعني كانه ما زال في الملعب فضل بنفس شعبيته ونجوميته الى ان توفاه الله الى ان رحل. اثنين شعبيته ونجوميته او كاريزمته دي قدمته كسر تابو في النادي الاهلي او في تاريخ النادي الاهلي او في اداره النادي الاهلي. هو اول لاعب كره يكسر التابو بتاع اما كان رئيس النادي الاهلي يعني يا اما كان حد من السلطه يعني ليه باور وليه نفوذ زي مثلا طلعت جعفر والي باشا كوزير كان لكذا وزاره وزير حربيه وزير كان اوقاف وزير يعني كذا وزاره يا اما حد يكون برضو من كبار الاقتصاديين في البلد برضو ده بيدي باور ونفوذ. يعني لما جه احمد عبود باشا كان اقتصادي كبير جدا فهنا ممكن يبقى رئيس النادي الاهلي وما كانش اقتصادي بس احمد عبود باشا النادي بس لا في اي موقع في اي شركه في اي مكان القائد الناجح هو اللي بيبدا بنفسه فبيضرب المثل بنفسه. والكلام اللي حضرتك قلته ده انا ممكن اضعه تحت عنوان القيم والمبادئ لان البعض لغايه دلوقتي ممكن يكون مش فاهم الكلمه او مش مدرك معناها او يقول لك قيم ومبادئ باي معنى باي شكل. التصرفات دي او المواقف اللي حصلت دي من سنين تندرج تحت عنوان القيم والمبادئ. ما هو طبعا اكيد يعني هو بيدي هو زي ما قلت لك هو يعني رول موديل او نموذج مثل اعلى يعني او قدوه بتصرفات بحاجات زي كده. هو الحاجات دي كمان يعني هو ده اللي كان شغله الاساسي لما تولى اداره النادي الاهلي. هو طبعا لما نجح سنه 80 كان كل الشاغل بتاعه واللي كان بيكرسه قيم الاداره الناجحه في النادي الاهلي ان السيستم هو الذي يدير وليس الاشخاص. تمام. وكان ومره قال لي يعني قال انا ممكن في اي وقت يعني انا يعني الناس بتحبني وشعبيه وكلام من ده بس انا مش عايز ابقى موجود ولما امشي النادي انهار فما بيبقاش النادي يعني شايله على كتفي ابقى راجل مش صح يعني ابقى ما معيش حاجه صح. الصح ان السيستم هو اللي يمشي النادي سواء انا موجود او غيري صالح حسن حسين اي حد يبقى موجود. فهو كان مهتم جدا بعمل سيستم او تكريس حكايه السيستم في النادي الاهلي يدير نفسه بنفسه
مش اشخاص، ما يقفش على اشخاص لكن على مجموعه قيم ومبادئ. ان اللعيب مثلا اللي يغيب او يتاخر او كلام منه، فيش حاجه اسمها اعذار، ان يعني في كل ما هو يعني مواقف ممكن تكون تاثر على النادي او موقف صعب او موقف حرجه، لا هو في عندنا لائحه وبناء يعني لابد بتنفذ تحترم وتتنفذ بحذافيرها، وما ينفعش تتهد ولا صالح سليم نفسه ولا غير صالح سليم، لا دي تنفذ عليا انا اول واحد. وكان يعني في اكثر بموقف كان بيبدا بنفسه في الحكايه دي، عشان ما فيش حد يجي يقول لك الله طب اشمعنى هو بيعمل كذا كذا، يعني واخد بالك. فهنا حكايه يعني هنا مهم جدا، كان عنده مهارات القياده، كان يعني بيعتبر نفسه رئيس للنادي جوه قاعه مجلس الاداره فقط، لكن اول ما يخرج من قاعه المجلس وهو في النادي عضو زي اي عضو. ما انا يعني انا ما اعرفش، يمكن حكيت لك انت او حكيت يعني قصه برضو ان عضو، ان مهمه مجلس الاداره هي وضع سياسات. في بقى اجهزه تنفيذيه اللي بتنفذ، خرج عضو مجلس اداره من الباب فهو عضو عادي بالزبط. لا اي ميزه اطلاقا، ملوش اي ميزه عن اي عضو عادي، والا يبقى جاي لسبب او لهدف. وانا حكيت مره قصه انا حضرتها، يعني كان في يعني كان في رئيس مكتب تنفيذي وامين صندوق وكده، كان لسه منتخب جديد، وبعدين دخل الملعب في التمرين، وقف على الخط يتكلم مع اللعيبه ويهزر مع اللعيبه وكلام من ده على 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 التراك، على مش بعد التراك بشويه، اللي في الحته اللي هي بين فهو كان مدير كوره ايامها. فبعت نده حنبله كان ماسك اوضه اللبس، وقال له قول للاستاذ فلان يعني ممنوع حد يبقى موجود هنا غير اللعيبه وغير الطاقم الاداري وبتاع. فقال له انت مش يعني انا فلان الفلاني انا بتاع. فقام له صالح بذوق يعني قال له انت مش عارف انا مين، انا يعني انا رئيس مكتب تنفيذي وانا كذا كذا. وكان اعتقد كان نائب وزير الماليه ايامها ووكيل اول وزاره الماليه، وكان شخص ليه حيثيه. فقال له عارف يعني طبعا عارف انت مين، بس المنطقه دي محظوره على عضو، انت امين صندوق ده جوه المجلس يعني جوه الاوضه، هنا حضرتك عضو عادي، ما ينفعش كل واحد يجي يخش يتصور يهزر مع اللعيبه ويتصور وكلام من ده كده تبقى فوضى. وانا وقال حنبول قال حنبول ممنوع اي حد، لو حد دخل تاني انا انت هتترفد قدامه. قال له انت بتحرجني، قال لا انت حضرتك اللي بتحرج نفسك، يعني هنا المنطقه دي محظوره حد يخش. وبعدين انا فاكر ان هو عمل مشكله في مجلس اداره ازاي وازاي وليه وكلام من ده، لكن وصالح دخل في، كان ايامها رئيس مجلس الاداره الدكتور ابراهيم الوكيل، فدخل في ديبيت يعني مع مجلس اداره في صلاحياته، هو كان بيحترم التخصص والصلاحيات، يعني ممكن ما يتدخلش في شغل حنبولة نفسه هو كصالح، رغم ان هو كان مدير للكوره بس لا هو شغل الكور ويعمل كذا ويعمل كذا، لا ده شغله ما حدش دخل في شغله. وبالتالي كان هو عظم من قيمه التخصص، وهو اللي عظم من قيمه ازاي انا ادي المدرب فرصه وبعدين احاسبه، لان لو ما خدش فرصته كامله ما ينفعش احاسبه، ما ينفعش يتحاسب. عشان اقدر احاسبه يبقى حساب امين لازم ياخد فرصته كامله، وده حصل. بتتكلم على قواعد اترسخت في العقول وفي الاذهان من سنوات لغايه دلوقتي. يعني القواعد اللي كان عايز يحطها او الهويه بمعنى ادق، والهويه دي مش من تلقاء نفسه برضو، كان اللي سبقوه كان في اجزاء من دي كانت موجوده حتى من ايام حتى الكابتن مختار التيتش الله يرحمه، واسم الملعب حتى سمي هو على فكره هو هو بيعتبر مثله الاعلى مختار التيتش استاذه الاول، وطارق سليم كان نفس الشيء يعني. يعني طارق كان يقول لك لا مش صالح اللي عمل القيم دي، اللي عملها مختار التيتش، قال لي الكلام ده يعني وكتبت الكلام ده. بس صالح سليم يعني من اكتر الناس اللي كانوا مخلصين ليها لهذه المبادئ او مخلصين لمختار ترسخها جوه النادي الاهلي، انه شاف ده السبيل اللي هيخلي النادي الاهلي حاجه ثانيه. هم كان عندهم اخلاص شديد جدا صالح وطارق لمختار التيتش، للقيم اللي عملها مختار التيتش. وانا حكيت قصه كان عن مختار التيتش مع عادل الهيكل، مع الكابتن الله يرحمه عادل الهيكل، لما اتخانق مره مع حد يعني من المنظمين وضربه وكلام من ده، فمختار التيتش اوقفه 3 شهور. فحد نصحه قال له روح لعبود باشا مكتبه وقدم التماس وكلام من ده، فجه معاه في العربيه
ودخل وقال استنى جنب العربيه هنا، ودخل يدور على مختار التتش. مختار التتش جاي من الناحيه الثانيه من ناحيه ملاعب، وهو دخل عند المبنى الاجتماعي القديم راتب باشا عند حديقه صاله راتب. صاله باشا. فدخل عبود باشا، فجاي مختار التتش فزعق لعادل ايه اللي موقفك هنا؟ قال له انت مش موقوف. قال له انا جيت مع الباشا. قال له اطلع بره، لو جيت هنا لو جيت تاني مش هتخش النادي الاهلي ده تاني. امشي. الباشا راجع بقى وسامع التتش بيزعق له، وهو والتتش طبعا شايف عبود باشا بس عامل نفسه مش واخد باله، لكن لان في احترام وفي احترام للاختصاص. الاختصاص والقرار وكلام من ان هي ده اختصاص مختار التتش مش اختصاص عبود باشا ولا مجلس الاداره. وبتتكلم عن اسم كبير برضه كابتن عادل هيكل، وعادل حكى لي بتفاصيل الواقعه دي. تفاصيل ده الجميل يعني. ان الكابتن عادل هيكل الله يرحمه هو اللي بيحكي. ايه هو اللي هو اللي بيحكي. هو اللي حكاها لي. حكاها لي يعني، وقال لي تفاصيلها. قال لي بعدها انا حرمت ان انا اتخانق، مش جوه النادي بس، بره النادي. بيقول لو حد استفزني وحد يعني بتاع كان على طول الله يرحمه. هو كان حامي شويه. قال حرمت، تبت، لان مختار التتش اتمسك ده انا ما اخشش الا بعد 3 شهور. وايام كنت كان نمره واحد هو في مصر، كان الحارس الاول في مصر وفي النادي الاهلي. فدي القيم اللي توارثت جيل بعد جيل بعد جيل من مختار التتش لغيره، ان ليست البطوله هي الاهم ولكن الاخلاق هي الاهم. فلو تعارض، لو في مواقف تعارضت في البطوله مع الاخلاق، لا يبقى بننتصر للاخلاق. ومش عايزين بطوله ولا عايزين دوري ولا بطوله ولا كاس ولا كلام من ده من سنه 28 لغايه دلوقتي. طبعا تنسى الطاوله. العمل مختار التتش ده توارثه صالح سليم، توارثه بعد كده بعد صالح سليم حسن حمدي الخطيب بتاع. فدي حاجات قيم ثابته بتتوارث جيل بعد جيل، ودي قيمه الناس دي. يعني قيمه الشخصيات اللي زي صالح سليم، مختار التتش، صالح سليم، وقايمه على فكره كبيره الفريق مرتجي برضه، جعفر ولي باشا، واسماء كتيره جدا عظيمه جدا، عبد المنعم وهبي، المهندس عبد المنعم وهبي، ناس كتير، مراد فهمي، مش هعدلك اسماء كتير جدا. دول حطوا القيم دي، وبعد كده تحولت القيم دي من اعراف. على فكره الاعراف دي اصل القوانين، يعني عرف راسخ جدا، بعد كده تحولت لوائح وكده، وبقت اعراف، بقى دستور جوه النادي الاهلي. دستور جوه النادي الاهلي. وانت مغمض كده، الناس وهي مغمضه بتطبقه ده، لا ده ما ينفعش، ده حصل في ايام صالح كذا كذا، يبقى اذا هي دي القاعده، بقت قاعده زي القاعده القانونيه كده. حصل كذا كذا يبقى الحل بتاعها معروف وواضح. فهنا قيمه، بقول لك قيمه صالح سليم هو بقدر ما ترك من اثر في الجيل اللي بعده، والاثر المستمر للاجيال القادمه من مواقف ومن قيم ومن موسى العليا زراعه. وما كانش يقصدها يعني، هو ما كانش بيقدم نفسه انه راجل مثالي وراجل نموذجي وراجل كلام، لا هو كان كده طبيعته. يعني هو كان كده، كان هو نفسه يعني من الاخر، لا بيمثل ان هو شخصيه تانية او حد تاني او كلام، لا هو نفسه. هي بمناسبه التمثيل يا استاذ سعيد، بكل عيوبه بكل مزاياه. نعم. لما حتى اتجه للفن في فتره من الفترات، وما كانش طبعا هو شغله الشاغل يعني، وهو حتى بيأدي الادوار السينمائيه في الافلام القديمه، ما كنتش تقدر تقول هو بيمثل ولا دي طبيعته. يعني حتى في فيلم الشموع السوداء، انت من بدايه الفيلم لاخر الفيلم مش قادر تتخيل هو نظرته دي كده، هو كده يعني بيمثل الدور صح ولا دي طبيعته؟ هو بقى انت ده نقطه ملاحظه ذكيه جدا. هو الدور ده يعني اذكياء اللي عملوا له الدور ده او ادوا له الدور ده، لانه قريب من شخصيته. هو بيحب الكلاب على فكره، روي اللي كان في روي ده. كان دايما عنده كلاب يعني، كان عنده كلبين في المزرعه بتاعته، وكان عنده كلب هنا في بيته اللي في الزمالك. فهو ده كان يعني الكلب ده كان بتاعه الحقيقي. لا هو ده الدور ده كان اقرب لشخصيته. وعلى فكره يعني صالح ما بيعرفش يمثل، يعني هو بس هو عمل دور قريب قوي من شخصيته، فكان الدور بالنسبه له سهل وبالنسبه للمخرج سهل، وطلع دور عبقري عظيم جدا. لكن لو اديته دور مثلا عيل هلفوت او مهرج او زعيم عصابه او مش عارف يعمله. وهو نفسه قال الكلام ده، قال انا تجربتي قال يعني الكلام ده، قال تجربتي السينما دي يعني كانت فاشله جدا، لان فشلة؟ انا ما بعرفش امثل اساسا يعني، لو اتكررت تاني مش هعملها.
لان هو طلب منه بعد كده يعني، كان دايما المخرجين عايزينه بس في ادوار تانية، وكان في حاجات تانية وكان بيرفض يعني، ما كان يعني 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 احيانا وافق مثلا على فيلم مع فاتن حمامة عشان هي فاتن حمامة، وهو كان يعني صديق لفاتن حمامة وكان بيحترم فاتن حمامة وكده، فتحت ضغوط والحاح فوافق. لكن هو في قرارات نفسه، هو بعد بقى ما تقدم به العمر، الكلام ده كان في سنه مثلا ثلاثينات، لكن بعد ما تقدم له قال لا لو تكرر دي طبعا انا يعني ممثل فاشل يعني ما ينفعش. الصدق مع النفس وحجم النجاح اللي اتحقق مثلا من الافلام وتحديدا فيلم الشموع السوداء، اي واحد يقول لك لا، ردود الافعال اكيد والنقاد الفنيين حتى لما كتبوا وقالوا عن الافلام السينمائيه لما اتمثلت طبعا انه كان يكمل، لكن حتى هو عنده من تلقاء نفسه مصداقية مع نفسه. عنده مصداقية على الرغم يعني. الرغم من كل المخرجين او كل صناع السينما يعني عارفين ان هو كاريزماتيك. وشه او شكله فيه كاريزما جامدة جدا يعني، ده المواصفات المثالية للجام بريمير زي ما بيقول او للبطل النجم يعني. هو مع ذلك يعني كان اكتر من عمر الشريف كاريزمته، وكانوا الاثنين اصدقاء، لكن هو المسألة دي لا تعنيه اطلاقا. هو لو في اي حد في مكانه عنده الكاريزما دي، الحضور القوي جدا على الجميع وعلى الشاشه وعلى واخد بالك، كان ممكن يبقى حاجه كبيره جدا جدا جدا، لكن طبعاً. هو عارف قدر نفسه وده ذكي جدا يعني، يعني هو ما بيبالغش في حجم نفسه اطلاقا ومتواضع وفاهم يعني قدر نفسه قد ايه يعني، ما فيش يعني هو مش اكستريم يعني، مش متطرف في اي حاجه يعني، مقدرش تقول متطرف ان هو متعالي، لا ما بيتعالاش متطرف اطلاقا، لكن كان بيحترم نفسه. متطرف في التواضع، لا ما بيتواضعش اكتر من اللازم عشان ما هو بيقدم نفسه مظبوط، وده سر عبقريته ان هو قدم نفسه للناس كما هو. طيب لما قدم نفسه للناس بالشكل ده هل هو كرئيس للنادي الاهلي او حتى قبل ما يكون رئيس للنادي الاهلي عرض عليه؟ طبعا انا ما حضرتش الزمن الجميل ده وللاسف يعني جينا مش محظوظ ان هو ما حضرش مع الاجيال والرموز ديت، لكن هل عرض عليه رئاسه اتحاد كوره؟ هل عرض عليه مناصب مهمه في الرياضه المصريه بعيد عن النادي الاهلي؟ طبعا عرض عليه، طبعا عرض عليه انه يبقى وزير شباب ورياضه. كان يعني كان السادات كان بيحبه جدا، هو طارق يعني عارف ان هو مخلصين وكلام من ده، وهو اعتذر يعني اعتذر اكتر مره عن المنصب ده، اعتذر اكتر مره عن اتحاد الكور، لان هو عارف، هو ذكي جدا وعارف ان هو، وقال لي الكلام ده يعني، قال لي ما احطش نفسي في مكان اللي اعرف ان انا عندي باور وعندي قوه يعني، او عندي سلطه ان انا اعمل فيه الخطه بتاعتي او افكاري فيه، او مش هقدر اعمل اولها كده، ما اخش ليه اعمل خناقات واتخانق مع الدوله واتخانق مع النظام الرياضي اللي موجود، نظام اساسا فاشل. فانت هتخش تعمل ايه؟ لا ده عايز اصلاح جذري، الجامعات العموميه عايز بشر، عايز كذا كذا، انا كفايه عليا النادي الاهلي، لو النادي الاهلي كويس الرياضه هتبقى كويسه. صح، نقدر نصلح من خلال النادي الاهلي، لكن اللي بيعيني كوزير شباب او كوزير رياضه ما هو ممكن يشيلني. لا انا اللي بيجيبني الجمهور ذكي بيجيبني الناس، فاللي بيجيبوا الناس ده عنده باور، عنده قوه كبيره جدا وعنده سلطه كبيره جدا، فانا الناس بتجيبني والناس بقى هي اللي ممكن تشيلني. ما حسبهاش انتماءات يا استاذ سعيد، حضرتك كنت بتحاوره وبتساله، ما حسبهاش انتماءات يقولوا مثلا ده اهلاوي، رئيس للنادي الاهلي، لاعب في النادي الاهلي، انتماء كاهلاوي يعني في المنصب ده المفروض يكون محايد مثلا، بس يتقال عليه مثلا كاهلاوي؟ هل كان من ضمن الحسابات انه حسبها كده؟ لا مش من ضمن الحساب، لا هو ما كانش بيخاف يعني، لا ما كانش بالشخصيه، ما عايز اكشف يعني الشخصيه وقتها. لا هو ازاي؟ ما كانش بيخاف يعني، ما كانش خاف يتقال عليه بقى انه حيابيه، لانه كان ليه مصداقيه عاليه جدا، واللي جايبينه عارفين ان هو في يعني جمهور الزمالك بيحترمه زي جمهور الاهلي بالظبط. ما دي رساله عايز اوضحها للناس عشان تبقى عارف. لا 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 ليه احترام يعني، الزملكاويه كانوا بيحبوه جدا يعني لغايه النهارده يعني، كان حاجه كبيره بالنسبه لهم يعني، فعنده مصداقيه والناس بالطرف الاخر يعني بيحترموا وبيحبوا عايز يجيبه يعني يعني ما كانش عندهم مشكله اطلاقا، بل بالعكس يقول لك يا ريت، لان احنا عارفين ان هو ده فير وكوريكت واونست وكل حاجه يعني كويسه فيه،
فلا فمش مش مش خايف من دي، لكن هو كان شخص ذكي جدا يعني، يعني ذكي بحيث قاري الخريطه كويس. هو يقول لك انا ما احطش نفسي في مكان الا اذا كنت هضيف ليه، يعني بيفكر بالشكل ده. فانا هحط نفسي كوزير رياضه، لا ده سياسه وفيها حاجات ممكن مش موافق عليها، ممكن يقولوا لي اعمل كذا كذا، وهيبقى عندهم حق بس انا مش مقتنع بده، فهنخش في خناقات، فهنخش في جدل، هنخش بتاع، مش هقدر انفذ المشروع بتاعي. انا في دماغي ممكن مشروع للنهوض بالكوره مثلا بالرياضه، سواء في اتحاد الكوره او وزير الرياضه للرياضه، لكن هو شخصيته ما يعني ما ينفعش يعمل كومبرومايز مع يعني معلش هنفوت دي وهنعمل دي ودي قدام دي. ولذلك هو اصطدم باداره الاهلي مكان للسبب ده، يعني حصل صدامات مع مجالس اداره الاهلي، الصدام الخاص بتاع ان هو لما اتفقوا مع بعض في مجلس اداره، مكان عضو مجلس اداره، واتفقوا ان الاهلي ما يلعبش الماتش الجاي الا لو التلفزيون دفع فلوس، ما دفعش يبقى مش هنذيع. وبعدين فالدوله ضغطت على النادي يعني وعلى رئيس النادي وكده، ولا ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش الماتش ما يتذاعش بعد ما اتخذ القرار، هيبقى مشكله امنيه ومشكله كذا ومشكله كذا. يعني في حسابات بقى ثانيه. هو تمسك بده وقدم استقالته، وكان قدمها معاه كان المستشار عبد المجيد محمود كلامها وكيل نيابه واربعه كمان من ضمنهم محرم الراغب وكده. هو تمسك قال لك لا احنا هنرجع في كلامنا ليه؟ فالطرف الاخر او رئيس النادي يعني كان رجل دوله، ففاهم بقى يعني في اعتبارات امنيه وكلام من ده، فتصرف كرجل دوله. قال له ما ينفعش، هو الامن طالب ده، فمش هينفع نعمل كده. فهو قال لا احنا خدنا موقف لازم نتمسك بيه، يبقى اذا يدفعوا لنا الفلوس، ما دفعوش الفلوس يبقى مش هنذيع، يبقى انا مستقيل. واستقال فعلا، واستقالوا الخمسه وخرجوا بره مجلس الاداره. فده موقف من المواقف المبدئيه. فهو تخيل بقى، هو بقى لو اتحط رئيس اتحاد الكور وقف وتمسك بوجهه نظره في حاجه معينه، فيقع مع وزير الشباب والرياضه ومع انديه ومع بتاع، فهو قال لك لا ده انا كده مش يعني مش هقعد ساعه، مش هشتغل يعني. خاصه ان احنا يعني دايما الاداره عندنا، الادارات عندنا سواء الجهه الاداريه او اتحاد الكوره او المناخ نفسه، يعني مناخ رياضي مش زي ما يبقى انت جوه النادي ليك سيطره او طريقه معينه بالظبط. يعني في المجاملات كتيره جدا، ممكن نفوت حاجه، نعمل حاجه معلش عشان كذا. هو حكايات بقى معلش دي كانت بتزعجه جدا، فيقول لك انا عارف نفسي وعارف قدراتي، مش هنجح، هفشل يعني. لو مسكت رئيس اتحاد كوره او وزير الشباب مش هنجح يعني، فهعطل الدنيا. فلا خلينا احنا كده، الاهلي ده مؤسسه كبيره جدا وقلعه كبيره جدا، لو الاهلي كويس يعني ممكن كل شيء يتصلح. الناس تقلدنا احنا بنعمل ايه في النادي الاهلي، فممكن بالعدوى تنتقل الاداره القويمه او تنتقل قيم الاداره اللي احنا بنرسيها، ان هو القيم بقى كتيره جدا بقى، ان الاخلاق قبل البطوله، ان التخصص، تعظيم قيمه التخصص، احترام قيمه التخصص، المدرب مدرب، اللاعب لاعب كذا، الاحترام السيستم نفسه قبل الاشخاص، احترام حكايه الاهلي فوق الجميع، الاهلي جوه النادي الاهلي يعني. طبعا ده مش شعار لبره. هنيجي للعنوان الرئيسي ده اللي احنا لغايه دلوقتي ماشيين عليه، وعنوان مرسخ كده في عقول كل الاهلاويه، لكن في فتره من الفترات هل في احد حواراتك الصحفيه معاه ليه اتجه الكابتن صلاح للاداره؟ يعني كمدير للكوره ثم عضو مجلس اداره وبعد كده تدرج داخل مجلس اداره الاهلي، ليه ما اتجهش للتدريب؟ او اي ايه فكره ما بين الاداره والتدريب؟ لا هو يعني ما كانش عنده يعني كان عنده اهتمام، او هو كان بيحب طبعا يعني واحد من الناس اللي بيحبوا النادي الاهلي جدا يعني، فكان شايف ان في مشكله في الاداره. مشكله الاهلي في اداره ما هياش في التدريب، فهو عايز يخدم النادي، مش عايز يشتغل كمدرب في النادي يعني مجرد مدرب وكده، وده شيء طبعا جيد، لكن هو كان شايف المشكله من فوق في اداره النادي الاهلي، وكان عنده ملاحظات كتيره جدا وياما يعني كان
يعني كان بيتكلم في الحكايه دي ان الاداره متراخيه شويه، يعني في تراخي شويه، في شويه مجاملات، في يعني هو من النوع يعني اللي صارم جدا جدا في مسائل متعلقه بالاصول والقواعد وكده، احترام القواعد، يعني خارج تلميذ مختار التيتش وعايز كل حاجه تمشي سليمه مليون في المية في نفس السياق. في نفس السياق، فعشان كده قالك انا اخش اصلح من خلال الاداره. ولما دخل اختلف مع الاداره، يعني اختلف مع، كان اول صدام ده، وبعدين بعد كده حصل برضه صدامات ثانيه، يعني الصدام ده وصل للمحكمه ان هو مجلس اداره الاهلي وافق على استقالتهم، فهم رفعوا دعوه قضائيه، كسبوا الدعوه القضائيه ان هم يرجعوا ثاني الخمسه دول، فمجلس الاداره رفض ان هو يرجعهم، فحصل يعني ديالوج او حوار في الموضوع. لا حصل يعني حصل مشكله كبيره يعني، فهو لانه متمسك بحكايه القيم دي وعارف ان الاصلاح لازم يكون يعني الاداره، لو الاداره سليمه يبقى المسائل كلها تبقى سليمه، فعشان كده قرر ان هو يخش يشتغل في الاداره، الاول مدير كوره، وبعد مدير كوره عضو مجلس اداره ومشرف على الكوره، وبعد كده ساب الاشراف على الكوره للكابتن عزت بروس، لان هو طلب ان هو هيبقى في دوبليكيشن، في يعني ازدواجيه في التعامل مع فريق الكوره كمراكب للقرار وكصاحب قرار. فالكابتن عزت كان عايز يستقل باداره الكوره، والكابتن صالح ما منعش، يعني قال له زي ما تحب، يعني ما فيش اي مشكله اطلاقا، هو كان بيثق فيه جدا يعني. فده السبب يعني ان هو اشتغل في الاداره وما اشتغلش في التدريب. الكابتن صالح ضرب مثل في جزئيه مهمه جدا في التعامل مع الكابتن طارق سليم. طارق سليم كشقيق لي، وفي توقيت معين كان الكابتن طارق كمدير للكوره او كمسؤول عن فريق الكوره، كان بيتم التعامل ازاي، وكان ازاي بيحط الكابتن صالح مصلحه النادي الاهلي قبل كل شيء؟ اكيد دي من ضمن التفاصيل والحوارات الصحفيه اللي كنتوا تجروها معاه ايامها وقتها. لا هو طبعا هو كان يعني كان مدي كابتن طارق صلاحيه مطلقه، لكن طبعا كان هو برضه كابتن طارق الله يرحمه كان صارم جدا، وبرضه نفس الشخصيه وشارب من يعني نفس البيت ونفس نفس القدوه بالنسبه لهم مختار تيتش، فكان صارم جدا، فهو ما كانش محتاج يعني ما كانش المساله محتاجه ان هو ممكن يختلفوا مع بعض في حاجه، الاثنين من نفس يعني نفس المنهج ونفس المنبع، يعني بيت واحد والقيم واحده بتاعه النادي الاهلي، فما كانش فيه مشكله، ما كانش بيختلفوا مع بعض في حاجه، بل احيانا ممكن كابتن طارق ممكن يتشدد في قرار جدا، لكن هو ممكن لو اتدخل ممكن يفرمله شويه يقول له يعني دي كانت اوفر شويه وكده، لكن ما كانش في خلاف على الاسس او على العناوين الرئيسيه اطلاقا يعني. لان هو يعني دي قيم متوارثه وزرعها غرسها ناس بتحب النادي الاهلي وثابت فيهم اثر كبير جدا. انا مره قلت يعني ان الراجل اللي عمل كتاب العظماء 100 في التاريخ يعني اولهم اولهم محمد صلى الله عليه وسلم، وجاب بقى ناس كتير في التاريخ يعني اينشتاين ومش عارف ايه ونابليون و100 شخصيه، جنكيز خان، هتلر، مش اللي هم سابوا اثر سواء سيء او ايجابي، ايا كان تاثير بس كان لهم تاثير. فالراجل ده اسمه مايكل هارت، ده مؤرخ امريكي، فقال في المقدمه يعني كلمه مش ناسيها، قال لك انا المعيار عندي ما كانش بقدر ما عملوا من انجازات يعني، لكن بقدر ما تركوا من اثر في التاريخ ما زال موجود حتى الان وفي اكبر عدد من الناس. فدول اللي هم القيادات دي او الرموز دي بقدر ما تركوا من اثر، فانت تقدر تبص لصالح اثر صالح سليم في قرارات بتتاخد دلوقتي. مظبوط. او تاخد السنه اللي فاتت او السنه اللي قبليها، دايما يقول لك ايه في الحكايه دي عملنا ايه، صالح عمل ايه، او كان راي صالح ايه، فصالح ده جواهم او مبادئ وقيم دي جواهم وموجوده في اللوائح، فهنا الاثر كبير جدا، فاثر بقى في جمهور، في لعيبه في مختلف الالعاب، مش كوره بس، لا الهاند بول والطايره والباسكت ومش عارف العاب كل الفرق الكيان. في النادي الاهلي يعني النادي الاهلي ده قلعه كبيره يعني مدرسه كبيره،
مدينة كبيرة يعني، فجوه كل واحد فيهم هتبص تلاقي واخد حاجة من قيم ومبادئ النادي الأهلي، فواخد جزء منها من مواقف لصالح سليم، وده قيمته في التاريخ، قيمته للناس، الشخصيات اللي بتسيب أثر في التاريخ، إن هم سابوا أثر في الناس، والأثر ده هيفضل مستمر سنوات طويلة. إحنا تيتش 2019 مختار التيتش توفى أو راح على الدنيا سنة 64 65 يعني، من كام سنة؟ من أكتر من 50 سنة، بنتكلم في 55 لسه بنتكلم عن مختار التيتش من 55 لغاية النهاردة، وأجيال هتتكلم عن مختار التيتش. ليه؟ لأنه ساب قيم عظيمة في النادي الأهلي وفي الشباب وفي المجتمع كله، لأن النادي الأهلي بيعتبر يعني يعني جزء كبير جدا من نسيج المجتمع والوطن. وبعدين المجتمع بيبص له او الجمهور بيبص له ان النادي الاهلي ده قدوه في حاجات كتير، مؤسسه تربويه، فدي مساله كانت مهمه جدا. طيب علاقه الكابتن صلاح بالاعلام، شخصيه قويه، كاريزما، حريص جدا على النادي الاهلي، ارسى قيم ومبادئ على مدار التاريخ ممن سبقوه، كل هذه التفاصيل وكل هذه المعلومات مع الاعلام مش هتمشي او مش هتبقى بنفس السياق، لان الاعلام عايز شغل عكس الكلام ده. كيف كان يتعامل مع الاعلام؟ الحقيقه يعني في جزء مش يعني ما كانش لطيف في تعامله مع الاعلام، والسبب كان الاعلام، ما كانش السبب هو، لان انا حضرت يعني حضرت قصص كتيره جدا يعني، وكان دايما يقول لي بص طب انت يعني ينفع الكلام ده. انا كنت بدافع يعني عن زملاء لينا وكده واساتذه لينا، لكن كان دايما يقول لي طب ايه رايك في المساله دي، وانا كنت احرج يعني، معلش ضعف انساني، ضعف مش عارف ايه، طب ينفع كذا كذا. هو كمان تركيبته او تكوينه الشخصي مش من النوع اللي يجري وراء اعلام ولا يجري وراء بتاع، لان هو عنده ثقه بنفسه شديده جدا يعني. فاحنا شفنا برضه الناس تتبسط يعني لو راح صحفي يتكلم مع لعيب كوره او مع اداري او كلام من ده، بيبقى هو مبسوط ان في صحفيين جايين وكلام من ده على الاقل يعني. وفي ناس بقى كانت بتموت في الشهره يعني كانوا يموت لو ما نزلوش خبر يعني لمده اسبوع. لا، صالح سليم مش كده خالص، ما بيهتمش اصلا بما قال او خالص أو يعني نشر. مره التلفزيون جاله وهو قاعد في يعني قاعد في المقصوره وبيسأله، فهو كان واخد موقف يعني من تصرفات برضه مش حلوه، فما ردش، والكاميرا بيقول له، المذيع بيقول له يا كابتن الكاميرا معانا يا كابتن، هو ما ردش عليه خالص وعمال يكلمه، فكان يعني احرجه لانه مش عايز يتكلم يعني، مش عايز يتكلم للتلفزيون، خد قرار انه ما يتكلمش، مش عايز اطلع يا سيدي في التلفزيون. يقول له ده التلفزيون، قال له مش ما عنديش حاجه اقولها، وفضل بص كده والكاميرا جايبه كده، والراجل واقف مبلول ومحرج لانه شبعان شهرة. ده كان بيتصرف يعني كشخص شبعان شهرة، بس هو عارف حق الإعلام في توقيت معين طبعا، عارف ومقدر ده، بس هو يعني ما بيجريش ورا، ما كانش بيجري ورا الإعلام، وما كانش بيحب الأضواء يعني، ما كانش بيسعى الأضواء عكس كثيرين جدا وعكس كل الناس وعكس طبائع البشرية. الناس هيحب يبقى في الصوره وتحت الضوء والناس تتكلم عنه، عشان كده لقاءاته قليله، حواراته بسيطه. لانه اللي بيخش في الرياضه تحت بؤره الضوء وفي الاعلام وبتاع بياخد مكانه اجتماعيه يعني، بيرتقي اجتماعيا، بيترقى اجتماعيا. غير كده لو هو راجل اعمال بيزنس مان بيشتغل في مكان او كلام من ده، لا بيستفيد، لانه هو ده بيحقق له تواجد، فبيستفيد في شغله يعني. لا، صالح سليم ما كانش الكلام ده يعني، بل بالعكس كان بيتضايق يعني، انا عارف الكلام ده يعني، كان يتضايق جدا من التسليط الضوء. ما كانش بيحب المبالغه، يقول لك طب اتكلم في ايه، ما انت عارف كل حاجه يعني، انا ممكن اقول له كذا يعني، ممكن نعمل ده، ما انت عارف كل حاجه، ما فيش حاجه جديده اقولها. لا يعني لو في حدث معين ممكن، في مؤتمر صحفي لقضيه معينه اوكي، لكن كلام بشكل متتالي كده فهو ادى نموذج تاني خالص يعني، ادانا عبره او ادانا مثل او ادانا نموذج او قدوه جميله جدا في ان هو ايه، ما يجريش ورا الاعلام والضوء يعني الاضواء تلغوشه او تغيره او تخليه مهووس. في ناس مهووسه بالاعلام، لا ده خالص ملوش يعني، ما كانش يهتم. مش معنى كده ان هو مثلا ما بيحترمش الاعلام،
لا ده هو بيقدر الاعلام بس في توقيتات حسب في توقيتات حسب. وبعدين ليه مواقف بعض الناس ليها مواقف منه يعني كانت سيئه جدا يعني في الاعلام لمجرد ان هو الراجل احيانا مثلا مش ماليش مزاج يدي حوار هقول ايه مش عايز اتكلم فلو قال الكلام ده لحد صحفي يعني فيروح ماسك بقى عامل لك مقال وده المغرور وده اللي مش عارف ايه وده كذا كذا فده كان بيحصل ما كانش العيب هنا العيب منه لا كان العيب بتاع انا يعني هضرب لك مثلا برضه قصه انا حضرتها هو كان في خلاف بينه وبين الاستاذ نصر سليم رحمه الله عليه وده حد من اساتذتي او استاذي الاول يعني دار التحرير كان في الجمهوريه الخلاف ده قعد 15 سنه ما يكلموش بعض الاثنين كانوا على المركب اللي رايحه دورة طوكيو الاولمبيه سنه 60 وحصل خناقه مع بعض خانقوا مع بعض وفضل القصه دي 15 سنه تقريبا الله يرحمه الاستاذ ناصف هو مش بلعه يعني فبيستنى اي يعني في اي اخطاء والاهلي وكلام من ده ف يعني ايه النوازع البشريه او الانسانيه يعني بتتدخل هنا ف انا اتدخلت عشان اصالحهم مع بعض فاتكلمت مع الكابتن صالح قلت له يعني ايه رايك كذا 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 فقال لي ما فيش بيني وبين حاجه يعني اول ما مسك مدير كوره قلت له دلوقتي انت مدير كوره وكلام من ده وهو ناقد كبير ورئيس قسم يعني عندنا وكده وانا مندوب الجمهوريه في النادي الاهلي فانا كنت احب ان العلاقه تبقى كويسه يعني فقلت له ده لمصلحه النادي الاهلي مصلحتك ان احنا ايه نحل المشكله القديمه دي اللي مالهاش اي لازمه وبتاع فهو رد عليا قال لي ما فيش حاجه انا من جانبي ما فيش اي حاجه هو بيكتب عني ساعات يهاجمني ساعات ينتقدني ساعات مش عارف ايه وانا ما بردش بس انا ما فيش يعني يعني انا مش واخد موقف منه اطلاقا يعني هو حر يكتب اللي هو عايزه بس انا ما بتكلمش يعني وحاجات زي كده فالمهم من هنا لهنا طب عشان خاطري وبتاع وكلام من ده طب يعني لو انت معزه عندك وبتاع المهم ايه فالاخر وافق عشان يرضيني يعني قال لي طب خلاص ماشي عشان خاطرك بكره تحب امتى قلت له بكره خير البر خير البر عاجله يعني فقلت له خلاص بكره قال لي خلاص بكره نقعد مع بعض الساعه 5 هنا كنا قاعدين في التراس المبنى الاجتماعي فوق يعني قال لي نقعد هنا بكره الساعه 5 ايه رايك قلت له جميل جدا المهم تاني يوم اتبسطت قوي ان انا يعني ايه اقنعته يعني بالحكايه دي لان انا الاستاذ ناصر سليم كان قيمه برضه كبيره ناقد رياضي كبير وصحفي كبير وليه تلامذه كتير وكده فكان يهمني افك الحكايه دي فالمهم تاني يوم في الجورنان قلت له اتفقت مع كابتن صالح كذا كذا قلت له قال لي الراجل ما فيش اي حاجه خالص واتكلم عنك كلام طيب جدا وكلام من ده وانا قلت لكابتن صالح ان هو بيتكلم عنك بيقول هو اشرف خصومي وده حقيقي اشرف خصومي خصومي قال انا مش انا 15 سنه هو متخانقين مع بعض وليا خصوم كتير جدا بس ده اشرف خصومي فقلت له ده هو بيقول عليك كذا كذا وانا قلت طبعا كلام طيب للاستاذ ناصف فانشرح او اتبسط قال لي ماشي وكلام من ده طب ده كويس جدا يا ده انت عملت حاجه مهمه كسرت جبل الجليد كسرت المهم رحنا مع بعض الساعه 5 بالظبط كنا هناك واحنا داخلين في النادي يعني مش ناسي الحكايه دي قال لي تصور 15 سنه ما عتبتش ما دخلتش النادي الاهلي 15 سنه وانت اللي جبتني قال لي مع ان في ناس يعني اتكلم بقى قال لي بقى يعني في ناس عملوا ولعوا بيني وبينه وكلام من ده وجت قلت له ده يعني ناس ولاد حلال اقدار بقى انا سبب يعني طب الحمد لله انا سبب المهم رحنا وقعدنا في التراس وطلبنا لنا طلب يعني مانجا وبرتقان وبتاع وكلام من ده وقعدنا ندردش مع بعض شويه وكلام طيب بين الاثنين ما فيش قعدنا حوالي نص ساعه كده ومشينا ده موقف يعني ده موقف ليه بيدل ان هو ما عندوش خصومه شخصيه هو ما عندوش سبب شخصي لكن احيانا بيبقى بعض يعني الاعلام احيانا بيتطرف فبياخد المسائل بشكل شخصاني هو مش فاضي يعمل حوار
مش وقته يعمل حوار، فتبص تلاقي الطرف الاخر رد فعله يعني طب يعني راعي انسانيا على الاقل، او راعي حقه ان هو مش عايز يعمل حوار يعني، فياخد موقف، يفضل موقف ده مثلا مستمر شهرين ثلاثه اربعه ما يعمل حاجه، ده وحشه، ده مش عارف ايه. فالحقيقه المصداقيه لفتره طويله جدا كانت غايبه، يعني مفيش عدل او مفيش مصداقيه، ودي في التكوين الشخصي لبعض البشر. كان بيزعل قوي لما بيطلع خبر من النادي الاهلي وهو لسه في اطار تجهيزه او تحضيره او لسه ما اعلنوش. كان بيزعل جدا. ما انا حكيت لك قبل كده، مش انا حكيت لك قصتي انا مع بس ما كانش على الهوا. لا انا اعتقد حكيتها هنا في البرنامج. انا كنت في كان زعل جدا ان انا انفردت بخبر الاهلي يلعب مع سانتوس 18 فبراير في استاد القاهره، بليه يعني يقود سانتوس وكده، واعتقد ان انا حكيتها مرتين بقى ومفيش مانع احكيها تاني، بس برضه جزء انا اصلا ان هو حريص قوي على مصلحه النادي الاهلي حتى في قيمه الخبر او المعلومه عشان مصلحه النادي جدا جدا. كان الاهلي اتفق على ماتش مع سانتوس ومتكتبين على الحكايه دي وانا موجود في النادي الاهلي، فلقطت الخبر من حد مقرب شويه من مجلس اداره، فقال لي خلي في خبر قنبله خير، قال لي كذا 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 كذا، بس انا ما قلتلكش. المهم ده كان خبر بالنسبه لي قنبله، ان بليه جاي يلعب في القاهره، وكان طبعاً نادي سانتوس وكلام من ده، وكان ايامها كابتن صالح عضو مجلس اداره مشرف على الكوره، كابتن عزت الروس مدير الكوره. المهم رحت جري على الجورنان كتبت الخبر وخدناه في الصفحه الاولى مع صوره لبليه وتفاصيل في الرياضه. المهم ايه الخبر، وعدنا تاني يوم محدش يعرفه، وانا قاعد واحنا بنكتب الخبر النادي الاهلي بيتصل في مؤتمر بكره صحفي مهم جدا الساعه 5، واتصل بكل الجرايد. انا طبعا عارف السبب المؤتمر ايه، انفرط. فالمهم الخبر نزل في فرقع الدنيا، ولعت الدنيا. زمان ما كانش فيه جرايد كتير زي دلوقتي، ما كانش فيه اخبار واهرام وجمهوريه والمسا بس، والباقي بقى حاجات اسبوعيه. المهم كابتن نعمان والاستاذ نجيب المستكاوي ولعوا الدنيا بقى، ازاي الجمهوريه تنفرد بخبر مهم جدا زي ده، الاهرام والاخبار لا. وهم طبعا بيتحاسبوا يعني، كان في هيكل في الاهرام ايامها، وكان في اعتقد موسى صبري في الاخبار، ازاي الخبر ده فاتنا يعني، ده خبر يفوتهم بالشكل ده، دي شيء كبير جدا. كانت منافسه حقيقيه قويه. هي الفكره ان الخبر مع حضرتك من الظهر او العصر وفضل لغايه تاني يوم محدش يعرفه. لا محدش عارفه فعلا يعني، قيمه الانفراد ايامكم وزمان كان حاجه. لا ما كبيرة. محدش عارفه فعلا، حتى الاستاذ ناصف نفسه لما كتبت الخبر، لما هو ما كانش موجود في كان ماشي، فانا عملت غيار يعني، غيرت ودخلت الرئيس تحرير وغيرت وكلام منه، كلمته بالتليفون قال لي اوعى ما يكونش بجد، قال لي دي خبطه جامده جدا ما بتقولش لحد، قلت له لا مش هقول. المهم النادي الاهلي اتصل بكل الجرايد في مؤتمر بكره مهم، فتاني يوم طبعا الجورنان طلع، فالدنيا اتقلبت. ازاي الجمهوريه تفضلوا الجمهوريه بخبر زي ده؟ هم كانوا متفقين في مجلس الاداره على المؤتمر، فكون الخبر يطلع فده المؤتمر خلاص. فده يعني انتهاك لقيمه من قيم النادي الاهلي، ان ما فيش حاجه تطلع من مجلس الاداره، وصالح سليم بقى جوه. المهم تاني يوم انا رايح النادي، ف قبل ما اروح الاستاذ ناصر بيسالني بيضحك بيقول لي هتروح المؤتمر؟ قلت له طبعا هروح. فقال لي طيب ماشي، قال لي ما انت خلاص ما احنا خدنا. قلت له يعني لو في حاجه زياده هجيبها. قال لي طيب ماشي، انا خايف لا يكون لا يعلنوا حاجه تانية ولا يكون بتاع. قلت له لا ما تقلقش الخبر سليم 100%. المهم وانا داخل على الخبر، داخل على داخل بوابه النادي اللي هي جنب مستشفى المعلمين، فبفوت على قطاع الكورة، على قطاع الكورة، فلقيت الكابتن صالح واقف مع عزت أبو الروس بره يعني في ظهري كده أوض اللبس. وبعدين فأنا بسلم كده من بعيد، بلقي التحية كده من بعيد، فالكابتن صالح قال لي عمل لي كده بإيده استناني لحظة واحدة، وخلص مع الكابتن عزت وجالي مين اللي اداك الخبر بتاع سانتوس؟ أول كلمة كده. أنا بقى طبعا ده سؤال بالنسبة لي مستفز، فقلت له ما ينفع مين يعني، قلت له ما ينفعش يا كابتن اقول لحضرتك مين. وقلتها يعني كنت تنشنت يعني، فوجئت بتاع. قال لي مين اللي اداهولك؟ اصل انت ما تعرفش الخبر ده هذا النادي الاهلي قد ايه. فقلت له ما ينفعش اقول لك يعني. قال لي لا يعني
لو انت بتحب الاهلي فعلا وانت اهلاوي تقول لي، لان ده لازم نعرف. وانت بتحافظ على المصدر. قلت له ما ينفعش، قلت له ينفع كابتن يعني، قلت له ينفع حد يتمنك على حاجه فتفشيه يعني تبيعه؟ يعني ينفع حد يتمن حضرتك على سر او على حاجه زي كده فانت تقول عليه؟ يعني ده ينفع ده مورالي؟ ينفع ده ethics as a ethics يعني ينفع اخلاقيا يعني؟ فبصلي كده وعينيه كده يعني ما ردش، ما علقش لما قلت له كده. فعمل لي كده بصابعه وقال لي طب، قال لي طب تعالى بقى معايا فيلسوف او يا فالح استلقى وعدك يعني، حاجه زي كده يعني. خدها بلطف كده، ما عرفش يجاوب، لقى في منطق في الكلام ده. وهو حكايه الايثكس دي بيحترم المهنيه، لا الايثكس اخلاق يعني وكده، الحاجات الاخلاقيه دي عنده مساله مهمه جدا. يعني ينفع تبيع واحد صاحبك او واحد ادك تمنك على سر او كلام من ده؟ فالمهم ايه، واحنا ماشيين مع بعض قلت له يا كابتن يعني، وايه اللي زعل النادي الاهلي في حاجه زي كده؟ قال لي لا مش النادي الاهلي بس، قال لي لان الاخبار والاهرام ما وصلهمش الخبر واحنا متفقين جوه مجلس الاداره مظبوط ان كل الثلاثه، فكان هياخدوا موقف مننا. قلت له يعني اتس اوكي، ياخدوا موقف ايه اللي هيحصل؟ قال لي لا هيكتبوا، بدل ما يكتبوا صفحه كامله او نص صفحه وبتاع هيكتبوا اخبار صغيره، فالجمهور هيأثر ده على الدخل بتاع النادي الاهلي. قلت له بالعكس، اللي هم لو خدوا موقف ضد الاهلي او ضد سانتوس وبليه وبتاع هم اللي خسرانين، مش الاهلي اللي خسران. فقال لي على كل حال تعالى بقى استلقى وعدك. المهم مشينا ودخلنا المؤتمر، قعدنا في فوق كان في التراس، وكلهم بقى كانوا موجودين يعني الكابتن نعمان، كل اعضاء المجلس والصحفيين، يعني كل الصحفيين الكبار يعني الاسامي الكبيره، انا كنت بالنسبه لهم يمكن اصغر واحد لسه 26 سنه او حاجه زي كده، وكابتن نعمان، الكابتن مستكاوي، محي الدين فكري، حمد النحاس، اسماعيل بقري، صلاح المنهراوي، اسماء فايز الزمر، يعني اسماء كبيره جدا. فالمهم انا لسه ما قعدتش داخل بقى كده، كابتن صالح قاعد على كرسي، لقيت الله يرحمه الست فريق مرتجي يعني يا سعيده وهبه، مين اللي اداك الخبر ده قبل ما اقعد؟ بقول الخبر يا فندم. قال لي الخبر بتاع مين اللي اداك الخبر؟ فانا لسه ما قعدتش يعني، قلت له ما ينفعش يا ست فريق اقول لحضرتك يعني. قال لا هتقول مين اللي اداك الخبر، لازم تقول لنا مين اللي اداك الخبر يعني. فانا حسيت ان كان في محاكمه ليا قبل ما اوصل ومستنيين ان انا اوصل باي شكل وكده. فالمهم انا قعدت، فقلت له ما ينفعش يا سياده الفريق اقول لحضرتك على الخبر. قال لا هتقول. المهم من هنا ده كمال بيه حافظ كان قاعد جنبه وعلى صوته، قال لا هتقوله؟ قال لا هنمنعك انك تخش النادي الاهلي. قلت له ما تقدرش. قال لي لا انا اقدر ونص، هنمنعك ليه؟ انت كده ضد النادي الاهلي وانت. المهم انا برد عليه وهو بيتكلم، فاتكلم الكابتن صالح قال لهم، تدخل بقى في اثناء الحوار، تدخل في اثناء الحوار، وده كان يعني كيرف مهم جدا بالنسبه لي، او نقطه تحول مهمه جدا يعني في علاقتي بيه، وقيمه بالنسبه لي كان شيء كبير يعني. المهم دخل قال لهم انت بتحاسبوا الراجل ده ليه؟ انتوا بتحاسبوا واحد بيأدي شغله بامانه واونست، بيأدي شغله بامانه ومش عايز يفشي سر حد اداهوله، وده مورالي يعني اخلاقيا ده صح، هو موقفه اخلاقيا عايزين يطلع ندل وجبان ويفشي بواحد مجرد ان يرضيكوا، وسايبين العيل اللي في مجلس الاداره اللي طلع الخبر؟ سكتوا، وبعدين كله تحول عليه. اللي رد كان الفريق مرتجي، قال له يا صالح ما عندناش عيال في مجلس الاداره. قال له يا ستف، قال له يا فندم الخبر طلع من مجلس الاداره، فاللي طلعه اكيد في عيل في مجلس الاداره. المهم بدأت بينهم يعني بدأ حديث دي بيت بقى بينهم، لا امال طلع منين، امال جه منين. انا خرجت بره الموضوع، بس حسيت ان هو كابتن صالح رسى مبدأ، رمالي طوق نجاه. حسيت ان انا واحد بيغرق، كل يعني كلهم يعني باصين لي شزرا يعني ارتكب جريمه كبيره. طبعا جرايد كبيره وكلام من ده، وبعدين الفريق مرتجي وكمال حافظ مزنوقين في يعني قدامهم في حاجه مش ظريفه بالنسبه للنادي الاهلي. فكره الديالوج والحوار اللي حضرتك بتحكيه ده هي الفكره اللي عايز اوصلها للمشاهدين.
ان الحرص على مصلحه النادي الاهلي شوفوا واصله لغايه فين. شوفوا واصله لغايه فين. هو اعتبر ان الخبر اللي طلع من مجلس الاداره ده في عيل في مجلس الاداره، فده كارثه كبيره. ودي مصلحه النادي اهم من اي شيء. دي كارثه كبيره. ويعني حتى لما اتكلمت معاه قلت له ايه يعني، طيب الاخبار والاهرام يا سيدي هيقللوا النشر، هم اللي خسرانين يعني، يبقى بيعاقبوا نفسهم مش بيعاقبوا النادي الاهلي. عندك مباراه الاهلي وسانتوس ما ضغطتش. قلت له في الحاله دي مش عقوبه الاهلي، ده يبقى بيعاقبوا نفسهم. وده مش هيحصل لان انا فاهم يعني ايه اللي هيحصل. المهم خلص الموقف ده. بس هنا هو بالنسبه لي يعني شفت جانب تاني من شخصيته، جانب الاونست يعني الشجاع اللي ممكن يعني اللي ممكن يغير موقفه مجرد انت توضح له يعني او تبين له زاويه تانيه من البتاع، فممكن ياخد موقف جيد جدا وتبان شهامته وموقفه اللي ممكن للنادي اللي ممكن يبقى ضد ناس كتير جدا، وله في هذا مواقف كتير جدا ان هو ضد جمهور الكوره كله، وقف ضد. وانا اعتقد حكيت قبل كده حاجات من دي، بس وما زال كتاب التاريخ. بس يبقى ان هو واحد من اهم رموز النادي الاهلي في تاريخه، واهم شخصيات النادي الاهلي في التاريخ. استاذ سعيد وهبي انا بشكرك شكرا جزيلا. دايما الوقت بيجري معاك بسرعه، ولما بنفتح صفحات وكتب التاريخ حلقه واحده ما تكفيش، ولا اثنين ولا ثلاثه محتاجين، لان تاريخ النادي الاهلي كبير وعريق طبعا، ومحتاج شهور وسنين نقعد نحكي لجمهور النادي الاهلي. بس مواقف صغيره بتبين للناس قيمه ومكانه النادي الاهلي، وفعلا كلمه الاهلي فوق، جمله الاهلي فوق الجميع، او قيمه ومعنى نادي القيم والمبادئ. اشكرك شكرا جزيلا. اشكرك، انا بشكرك يا محمد جدا. بس انا ليا تعقيب بسيط على الاهلي فوق الجميع، دي مش تتصدر لبره، لا ده داخل النادي، داخل المنظومه، داخل النادي الاهلي بالظبط، كله يذوب في النادي الاهلي. اكيد اكيد. شكرا لحضرتك، ونلتقي على خير باذن الله خلال الفتره القادمه في مناسبات ومواقف مهمه جدا من عمر وتاريخ النادي الاهلي ان شاء الله. شكرا جدا. شكرا جزيلا. فقره كانت مهمه جدا بالنسبه لي كمان على المستوى الشخصي، استفدت من هذه المعلومات ومن هذه الكواليس المهمه في تاريخ النادي الاهلي وعمر النادي الاهلي. ودايما وابدا النادي الاهلي مدرسه، النادي الاهلي مؤسسه تربويه، مؤسسه اجتماعيه، رموزه عبر الاجيال وعبر التاريخ لهم مواقف بتدرس، ولغايه اللحظه دي هذه المواقف بتقال والناس بتمشي عليها، عشان دايما النادي الاهلي يفضل موجود رقم واحد، مش في مصر ومش في الوطن العربي، لا ده كمان في القاره الافريقيه. ان شاء الله نلتقي معاكم على خير في حلقات اخرى قادمه من برنامج الاهلي الليله، والى اللقاء.